عليكم ورحمة الله وبركاته. حفل هيبة اليوم في دار الأوبرا. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، السادة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الأكارم فنانين المميزين الذين انضموا إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا بكم في الدورة الثامنة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي هيبا. Your Highness Sheikha Latifa bint Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Vice Chairman of the Dubai Culture and Arts Authority. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the 8th season of Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum International Photography Award, HIPA! الأمل هو رفيق المصور الملهم الذي يملك شغفاً كبيراً لالتقاط صورة مؤثرة تجبر الناظر على التمعن بصمت والتأمل بعمق. Hope is the mantra of the inspired photographer whose greatest passion is to capture an image so profound that it stuns the world into silence, reflection and introspection. ندعوكم في هذه الأمسية المميزة أن تنضموا إلينا في رحلة جسدت فيها هذه المخيلات المبدعة مفهوم الأمل عبر فن الصورة. Tonight, through the power of images, we invite you to join us on a journey of hope. ضيوفنا الأفاضل، رحبوا معي الآن بسعادة الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي علي خليفة بن ثالث. It is my distinct pleasure to welcome HIPA Secretary General His Excellency علي خليفة بن ثالث on stage. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، أصحاب السمو والمعالي، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل معكم اليوم بطي مسيرة الدورة الثامنة من الجائزة والتي كانت بعنوان الأمل، تلك اللغة الإنسانية العالمية التي تشاركها الحضارات والثقافات المختلفة وتدعو لتدعيمها وترسيخها عقائدياً وفكرياً وسلوكياً. الأمل مفهوم فطري لدى البشر، قمنا بتقديمه فوتوغرافياً كي يبقى حاضراً في العقول والأرواح كوقود لا ينضب. وفق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تم إطلاق هذه الجائزة في سنة 2011 لتكريم الفنون وتعزيز الوعي الاجتماعي بدورها الأساسي في رسم مستقبل الحضارات وتشكيل العقلية المنسجمة مع مسيرة التنمية والتطوير وتقديم حقيقة علمية للجميع، وهي أن الفنون ليست مصنفة ضمن الكماليات الترفيهية، بل هي عصب رئيسي في صناعة المجتمع الحديث. لقد غيرت الفنون مجرى التاريخ عدة مرات، وهي قادرة على تغيير شكل المستقبل. إنها احتفالية تحتفي بالأمل كفكرة وعنوان، صممت كي تمتعكم بفضاءات بصرية قام بتلوينها مبدعون مبتسمون. فمن لا تعرف الابتسامة له طريق لن يجد الأمل له عنوان. ويسعدنا أيضا تعريفكم بروائع أعمال الفيديو المشاركة في محور التصوير الجوي للمرة الأولى إن شاء الله. وفي هذه المناسبة أعرب بالأصالة عن نفسي
في هذه المناسبة أعبر بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في الأمانة العامة عن خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي هذه الجائزة ودعمه الغير المحدود واهتمامه الدائم بسوية عملها ومستوى إنجازاتها. نبارك لكل الفائزين الذين حصدوا نتائج أعمالهم الإبداعية، ونحث باقي المشاركين على الاستمرارية الإبداع في الدورات القادمة. شكراً لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.